كابتن اسلام، يمكن مفاجاه زي ما قلت لك، طبعا جلسه جيلاردو مع فايلر كانت مؤشر انه يبقى خارج في 18 في لقاء اليوم. خليني اقول لك التشكيل. طبعا هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه سعد سمير، ايمن اشرف، على الشمال علي معلول، على اليمين احمد فتحي، اثنين في وسط الملعب ديانج والسوليه، امامه ثلاثه او الثلاثي وليد سليمان، اجايي، احمد الشيخ، وفي خط الهجوم وليد ازارو. يمكن تشكيل كان مفاجاه لكل لمتابع تمرين الاهلي في الفتره الاخيره. يمكن وليد ازارو، وليد سليمان، ايمن اشرف، الو ديانج، محمد الشناوي، عمرو السوليه، سعد سمير، علي معلول، احمد فتحي، جونيور، اجاي احتياطي او بدلاء النهارده فريق النادي الاهلي. طبعا علي لطفي في حراسه المرمى، محمود متولي، رامي ربيعه، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، حسام عاشور، محمد هاني. ده تشكيل النادي الاهلي. اقوله لك تاني كابتن اسلام زي الرسمه. الشناوي في حراسه المرمى، امامه اثنين سرد باكين، ايمن اشرف، سعد سمير، على اليمين احمد فتحي، على الشمال علي معلول، اثنين ديفندرين اليو ديانج وعمرو السوليه، امامه ثلاثه وليد سليمان، اجايي، احمد الشيخ، وفي خط الهجوم وليد ازارو. ده تشكيل النادي الاهلي. يا رب باذن الله يكون موفق النهارده، يا رب باذن الله نحرز اكثر من هدف ونخلص المباراه باريحيه شديده. كل مين اللي خارج ال 18 يا شريف لو سمحت؟ اللي خارج ال 18 النهارده جيلاردو وياسر ابراهيم وطبعا شريف اكرامي. طبعا تم استدعاء مصطفى شوبير علشان خاطر يقوم بعمليه التسخين مع مدرب الحراس في فقره التسخين اللي هتكون قبل بدايه المباراه. يمكن دي حاجه فنيه، مدرب الحراس بيبقى محتاج حد اتنين معاه يشوطوا على الحارس الاساسي. دي حاجه فنيه خالصه لمدرب الحراس. كده خارج بره التشكيل شريف اكرامي، ياسر ابراهيم، وجيلاردو.